هنا حد من اخواتي بيطلب مني ويقول لي ممكن ترسم زرافة؟ اكيد يا جماعة طبعا ممكن ارسم زرافة، انا دايما هنا موجود عشان اعمل لكم طلباتكم واعمل لكم الرسومات اللي انتوا بتحبوها، عشان انتوا فعلا بتقدروا فيديوهاتي. اهم حاجة الناس بتتفرج على الفيديو ده جديد وعايزة تتابعني عشان محتوى الرسم، ما تنساش تدوس على علامة الزائد اللي تحت صورتي، وانت بتتفرج على الفيديو فعلا لو محتواي عجبك دوس لي على القلب ده عشان تدعمني. يلا بينا نشوف الرسمة مع بعض كده بعد ما عملنا الدماغ وبنقيس طول الزرافة. انا عايز اعملها بصراحة طول القلم. هنعمل بقى الرقبة بالرجل اللي تحت الأمامية، وبعد كده هعمل الرجل اللي وراها كده. وانا بعمل الرجل اللي ورا، بص بقى هجيبها من ورا التانية. ايوه عشان تتعمل بكل سهوله كده، هجيب الجزء بتاع البطن وهرجع اعمل بقى ايه اول رجل في اللي ورا. هخلص الرجل دي وبعد كده اخش برضه على اللي وراها، يعني انت فاهمين الرسمه بنجيب حاجه وبعديها حاجه. اللي مدس على القلب يدوس على القلب بقى. يلا يا جماعه عشان الفيديو ده يطلع اكسبلور، ما تنسوش تدوس على حركه الاكسبلور وتدوس على السهم اللي تحت وتدوس على الثلاث نقط. يلا بينا الرسمه لسه هتستاد جمال لما نحط العلامات اللي في الزرافه. ايوه يلا بينا. علم علم علم، التعليم مود اون يا جماعه. بصوا بجد هتلاقيها حاجه عظمه فعلا في وقت صغير جدا، رسمت الزرافه في دقيقتين. ناسين ايه؟ الديل. يلا بينا.